الحق الزبوني تاني شرف، الزبوني تاني شرف. خالي دوروا انت بقى يا معلم لانه عارف صوتي. يلا ندور يلا ندور. ما تنطق بقى الله يخرب بيتك على بيت رماتك المخوخه، هتطير مننا المزه. هاي ممكن اتعرف عليك؟ انت مين؟ انا مونيكا. مونيكا؟ انت مصريه مونيكا؟ نص مصريه ونص ايطاليه. اموت انا في الاسباجيتي ده، الليله هتبقى صلصه. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي يا عسليه. بيئه قوي. هو انت انهي نوع من انواع الرجاله؟ اي نوع ازاي؟ مش فاهم. يعني انهي فصيله من فصيله الرجاله؟ فصيله ايه؟ انت بتكلمي كلب لولو ولا ايه؟ انا فرعوني قوقازي. اوه قوقازي، اموت في قوقازي يا نيازي. لا مونيكا انا مش اسمي نيازي، انا اسمي عامر. ما انا عارفه ما انا عارفه، بس اكيد اصلك شبهه قوي. زي مين يا مونيكا؟ خطيب المرحوم نيازي الله يرحمه. هو مات؟ بس انت شبهه قوي 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 وهو بيموت. وانا صوتي يدي على تربه ولا ايه؟ انت عندك كاميرا؟ للاسف لا يا مونيكا. يا خساره، الحلو ما يكملش. لو كان عندك كاميرا دلوقتي كان زماننا فتحنا وشوفنا بعض. بكره بكره من طلعت الشمس هيكون في هنا 5 كاميرات. بس توريني بقى كل حاجه. شكلك شقي وانا بموت في الشقاوه. لا انا كده على طول شقي. طب يا ريت بقى تفتحي الكاميرا كده وترينا حته. وريله الدبوس يا مونيكا، وريله الدبوس. مين دي يا مونيكا؟ دي هايدي بنت خالتي. سلمين عليها بقى وخليها توريني دبوسها. مش هما تجيب كاميرا الاول؟ بس بقول لك ايه، انا ممكن ابعت لك صورتي تسبيره. هرس وخ ومنيل. ده انت حلو قوي يا مونيكا. لما انا مش هقوم النهارده بقى من هنا الا لما اشوف دبوسي كدبوس هايدي. اسمك سالي؟ جديد ده. راكب على الويندوز اللي عندي بالظبط. امال فين مونيكا يا بت؟ سافرت في رحله وراجعه كمان يومين. في داهيه؟ ما ترجعش خالص. انت زي الفل يا سالي. الله. عندك كم سنه؟ 25 سنه. وانت؟ انا 28. اموت انا. واو انت السن اللي بحبه ده، سن الرجوله. انت شفتي حاجه؟ انت في كايرو؟ لا في شبرا. يا خساره، لو كنت في شرم معايا دلوقتي كنا اتقابلنا. شوف بقى كان ممكن يحصل ايه. حبيبتي انا مستعد اجيلك. انت قاعده مع مين؟ قاعده لوحدي في بيت على البحر. يلا يا عم عامر عايزين نشطب. ايه ده؟ ايه السقف ده يا ابني؟ ايه السقف ده؟ ما تنزل لي سحلب وطاوله بالمره، ما تبطل بقى شغل القهوه اللي انت كنت شغال فيه ده. انت دلوقتي شغال في نت كافيه، يعني بقيت عالمي يلا انترناشونال. الحاجه الوحيده اللي مش قادر انساها انك عمرك ما اديتني بقشيش. بس بقى انت هتسيح ولا ايه؟ بقول لك يا بلح، اطلب منك خدمه؟ خير. اقفل عليا البتاع دوت لغايه بكره الصبح. اقفل عليك؟ ازاي يعني؟ اقفل عليا صدقني. وبعدين لو قفلت عليا بقى هجيب لك السيديهات بتاعت القرد الشقي، فاكره بتاع جنوب افريقيا بتاع الموز. انا بعشق الموز. اذا كان كده انا موافق، بس افرض مينا فتح الصبح ولقاك يبقى ايه الكلام؟ ما تقلقش، مينا السيديهات بتاعته عندي، انا عارف ذوقه. وبعدين انا حبات هنا. طب ما تطلع تبات في قطه. ما ينفعش، فوق في رشيني ممكن اموت فيها ولا حاجه. اتوكل على انت. وبعدين مينا بيقوم الساعه 3 العصر، انت تيجي بدري تخبط عليا 3 خبطات احسن اكون قالع ولا حاجه. قالع؟ ايوه قالع مع قرايبي بتوع دبي. انت هتاخد راحتك بقى. طب اذا كان كده ما تعملش صوت لحسن لو مينا عرف انا ممكن عيشي يتقطع بسببك. لا ما تقلقش توكل على الله انت. عم عامر خلي بالك من المكان. حاضر ما تقلقش انت توكل على الله. عم عامر يا عم كفايه بقى، انا كان زمان رحت لهم دبي. توكل على الله. خلي بالك من الاجهزه. خلاص توكل على الله. هوبا
يا عم انت فتحت القرد ولا ايه؟ حبيبي قالك ايدي يا ابني. يلا بقول لك ايه؟ خالك عمرو جوه مع البنت سالي. خالي عمرو مع سالي؟ اه على النت وفاتح له كاميرا، تعال نلحق نتفرج عليه. تعال خالك عمرو ما رحمتوش. يوه ليه كده؟ الكاميرا قطعت عندك، شغليها شغليها. قفشتك يا خاين يا غشاش، اسافر يومين اجي الاقيك بتعاكس بنت خالتي؟ يا واطي يا واطي. ايه ده مونيكا؟ انت مش كنت مسافره؟ ده الايام بتعدي بسرعه، في ايه؟ انت كنت فين؟ عموره ده بتاعي انا، انت اللي سافره. ايه سافره؟ هو كمان ما تتخانقوش عشان خاطري، معلش. يلا يا رخيصه، يلا يا زباله، يلا يا سهله حيوانه. ايه يا بنات في ايه؟ صوتكم عالي ليه؟ الهوي بابا يا جماعه احنا كنا كويسين، ده شيطان ودخل بينا. اهدوا بالله اهدوا بالله. بحبك يا مجنونه. انتي قاعده لوحدك؟ لا طبعا معايا توتي. بابا ده؟ بابي ايه؟ ده الكلب بتاعي. ايه ده الكلب بتاعك؟ آه عنده ايميل؟ آه يعني عشان اعمل له اضافه؟ عنده؟ ادهوني توتي ات هوت ميل هاو هاو دوت كوم. هعمل له اضافه، ده هعمل له اضافه. بقول لك ايه؟ تفتح الكاميرا عايز اشوفه. هو انا ما قلتلكش مش الكاميرا بتاعتي اتكسرت امبارح؟ اه تلاقي دي عمايل توتي، هو دايما يكسر الحاجات دي. طب ده انا هموت واشوفك. اخ يا عموره لو كنت معايا في شرم دلوقتي كنا عملنا عمايل جامده موت. بقول لك ايه؟ ما تجيلي. اجيلك اجيلك عليا، ده حتى شرم قريبه يعني. بس لو جيت هتقعديني فين؟ تقعد معايا طبعا، ده انا عندي فيلا طويله عريضه مش قاعد حد فيها الا انا وتوتي. حلو ده، يعني انا لو جيت لك دلوقتي هقعد انا وانت وتوتي لوحدنا؟ اساسي، ولو مش عايز توتي ممكن نسربه في الجنينه. حلو ده قوي قوي قوي. بس يا بت انا مش مستريح لك، انا خايف تقعد انت وتوتي وتسربين انا في الجنينه.